امبارح كابتن خطيب قال جمله خطيره جدا والله. أيوة. جمله خطيره خطيره فعلا، لما يعني بيعقب على ماتش الاهلي والزمالك، وقال احنا فعلا فرحنا بالمباراه والشكل العام كان لطيف، وحتى احنا بعد المباراه في احنا شفنا اخطاء بس بصراحه ما عقبناش، يعني ايه عادي الخمسه حلو يعني، وفرحه الخمسه يعني فرحه الخمسه مغطيه، ما كناش فاهمين ان الثلث ساعه او الربع ساعه كان فيها لا فرحه الخمسه راح مغطيه لغايه لما طلعت كلمه الاحتواء. الاحتواء السؤال هنا كان اسلام بقى، كلمه الاحتواء دي طلعت منين؟ مين اللي قالها؟ مني المباراة. لا والله بجد لا مش عارف من الحكم، هو اللي المباراة نفسه زعلانين جدا، هو اللي قال، هو اللي قال يعني، هو اللي قال. لكن محمود خطيب والله قالها بكل نقاء وكل يعني ايه تلقائيه، قال لك انا قلت للعيبه خلاص يا جماعه واحترموا القرارات وانتهى واحنا كسبنا وخلاص، وفعلا كلنا كنا معظم الاهلاويه كنا كده لغايه لما التصريح طلع بتاع الاحتواء. انت بقى خليتني لا ده انت هنا بتنور لي النور، لان انا ممكن الماتش ده يعني التوفيق خدمني فيه معاك وما خدتش بالي، المره الجايه انا ممكن يعني اخسر نقاط بسبب كده. فتاني الكابتن صلاح فتاح نتمنى له التوفيق، ونتمنى لكل ولاده التوفيق وكل الحكام اصدقائنا، ولكن مهم جدا 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 ان انت تعمل شغلك. عملته غلط اعرف ان انت، او ما تحس انك عملت شغل غلط اعرف ان انت سوف يتم نقدك بكل قوه لحتى لدرجه التقطيع.